في إطار حملة نور التضامنية لشهر رمضان كان فيه مشروع قافلة نور اللي فتحت شعار فرحتكم هي فرحتنا. هذه القافلة كانت بدأت بداية من شهر رمضان، كان المستهدف تاعنا 500 طرد غذائي يجول في بلديات العاصمة. لحد الآن وصلنا ل 300 طرد، اليوم إن شاء الله في المرحلة الأخيرة هذه، اليوم عندنا ما يقارب 200 طرد غذائي، راح نزوروا بعض البلديات، بلدية القبة، هنا الحراش، باش جراح، جزائر الوسطى، لابوانت. عينات مختلفة من السلل ولا لي ساك اللي نمدوهم، المحتاجين كاين اللي هما يجيو يديو وكاين اللي حنا نروحوا ليهم بالقافلة، من بينهم المكفوفين اللي راح نوزعوا عليهم، من بينهم في مختلف البلديات. نشكر كثيرا كل المساهمين وعلى رأسهم مخابر فخاتيغ اللي يعني استجابوا لطلبنا بسرعة شديدة، يعطيهم الصحة بارك الله فيهم، وعطاونا حتى زودونا ببعض كيما لي ساك كيما لي كاسكيت، يعني وسائل هكذا باش نستعملوهم في القافلة تاعنا وأيضا في إفطار نوارات. بارك الله فيكم، صحة رمضانكم وصحة عيدكم. كان شهر مليء بالخيرات، ونشكر المحسنين اللي جزاهم الله كل خير، ونشكر مخابر فخاتيغ عزاز للدعم والمساندة اللي شاركونا بها.